السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بإذن الله هنحل lesson 2 في concept 1.3 لدكاترتنا حبايبنا اللي في سنة رابعة. تمام؟ طيب حلو قوي. تمام، يلا يا يلا يا أحمد وائل. ها لايت هم ترافل ترافلز هم ان وات وينس ان in the لينز form lines فورم هم اوف ويفز اه light travel in a lines تريت. straight. برافو، excellent يا احمد. تمام، number 2 يا عليا. فين علي؟ سوري عليا، raise your hand. Number two. Yes. One light rays hit an object. All the following sentences are correct except the sum of this ray bounce back off the object. ركزي. When light hit an object، لما اللايت يخبط أي object، all the following sentence are correct. كل ده هيحصل ما عدا حاجة. ها Some of these rays may go through the object. قريتي السؤال تاني؟ أما اللايت، أنا هل أنا أنت ليه مختارة دي؟ مش انا قلت لك لما اللايت يخبط اي اوبجكت، سوري انا قفلت الشير. لما اللايت يخبط اي اوبجكت، تمام، هيحصل 3 حاجات. تمام، شويه هيحصل ايه؟ شويه منهم هيابزورب باي اوبجكت، شويه منهم هيعدي may go through object، وممكن شويه منهم ايه يعملوا باونس باك. صح ولا غلط؟ طيب هل انا قلت لك صح. كلهم هيحصل لهم حاجه معينة؟ هل قلت لك كله هيحصل له دي أو كله هيحصل له دي أو كله هيحصل له دي؟ لأ. يبقى ركزي بقى على السؤال تاني. When light ray hit an object، لما اللايت يخبط object، ما قالكيش هو object opaque ولا transparent ولا كده، قالك أي object، all the following sentence are correct except إيه؟ في حاجة غلط. إيه بقى كده؟ All the following rays ها؟ All the rays are absorbed by object. أكيد، لأن هو بيقول باي لك برافو، لان هنا بيقول لك some of the ray is absorbed، اه شويه منهم هي absorb. طيب شويه من ال ray bounce off، اه شويه منهم bounce off. طيب شويه منهم may go through، ممكن يعدي منه لو شفاه شويه. اه طيب كده all rays are absorbed. مين قالك ان all rays are absorbed؟ اكيد غلط. تمام، طيب number 3 يا مالك. ها A shadow of a of an object is formed because ليش shadow is formed؟ ها هو يعني ايه means formed formed يعني يكون. ها بطل بس تحرك السماعة عشان تعمل صوت. الشادو بيتكون because light can pass through object، عشان الضوء بيمر جوه الأوبجكت يعني شفاف، ولا because light cannot pass through object عشان اللايت ما بيعرفش يعدي من الأوبجكت، ولا عشان الأوبجكت ده made of glass يعني معمول من إزاز، ولا عشان الأوبجكت ده transparent يعني شفاف؟ للأوب اللي هي دي يا راجل ليه كده؟ هو انت شفاف يا ملك؟ لا صح ايه لا عشان ما بيشوفش دي بقى يبقى اللايت كان نوت باس روزا اوبجكت. ركز يا مالك، ماشي، يبقى ايه؟ عشان اللايت ما بيعديش. ركز، بص يا شباب،
الحاجة ما دام هي اوبيك اهي، ما دام حاجة اوبيك ما بتعديش الضوء منها خلاص يبقى بتعمل ظل، تمام؟ سواء كان بقى الضوء حصل له ابزورب او حصل له ريفلكت ماشي، ده يطلع، ممكن يطلع ظل، لكن اهم حاجة الضوء ما ايه، ما يعديش، تمام؟ يبقى ايه؟ ها، يبقى عشان اللايت كان نوت باس ثرو اوبجكت. طيب يلا يا بريهان، بريهان في الحمام. يلا يا هايدي. اوباكو اوبيك ماتيريال، ميترال. ماتيريال ايوه، ايه هي الاوبيك ماتيريال يا هايدي؟ ما انا هقول، انا هقرا الاختيارات مش هجاوب. ماشي اللاو لايت تو بس ثرو وال هجت بيري. ماشي، كملي كملي انتي بس كملي. allow light to pass through while absorb some light that falls one On it it. only while reflect some of light that falls one on Falls on it it only. will absorb some light that falls on it and reflect as the other. يعني ايه الاوبيك؟ اوبيك يعني مش شفاف، يعني مش خلاص؟ شفاف. انا برافو، فيها حلو، شطورة، تمام. طيب يبقى كده هو allow light to pass through، بيخلي الضوء يعدي منه؟ No. No. طب absorb some of the light falls on it only، بيمتص بس؟ بيمتص بس. اه؟ بيمتص بس. لا. لا، طب بيرفلكت بس، بيعكسها بس. لا طيب بيأبزورب some of the light، يعمل أبزورب شوية، ريفلكت شوية، صح. صح؟ برافو، يلا يا بريهان، برافو يا هايدي. All of the following are transparent object transparent except. object، ايوه. ما عدا ايه بقى؟ A يعني glass ولا water ولا paper ولا air. ها، paper. بيبر، برافو. ايه بيقول لي كله شفاف ما عدا البيبر، برافو يا هايدي، يا برهان. يلا يا جنى عسقلاني، يلا يا جان. أيوة أيوة ها يلا. نقط نقط allows most of light to pass them ثرو. through بس يا while أم جنى، نقط بس يا أم جنى، يا none. هوايل ايه؟ ها، مين allow most of the light to pass through، يعني يخلي اللايت يعدي منه؟ مين ها، ال air وال glass no وال glass وال air no وال wood وال glass no part وال glass وال wood وود، oh number. تمام. يبقى الجلاس يخلي اللايت يعدي منه، لكن الوود دونت. برافو يا جانا، تمام. يلا يا جانا طارق، جانا طارق، يلا يا جانا. أيوة مس ميرور هيوز فايلينج لايت بوست فولينج لايت ري، ها، الفولينج لايت، اللايت ري اللي هيقع عليها هيحصل له ايه؟
المراية، المراية هتلاقي الحاجة pass through it، تعدي منها فانت تشوف اللي وراها، ولا لا reflect at the same angle that straight mirror؟ يعني ايه؟ عارفة المعنى الجملة دي؟ ان هي تلف في ال يعني يعكسها في اماكن بنفس، مختلفة. يعكسها بنفس الانجل، بنفس الزاوية، اه يعكس هي اللايت دي. بنفس برافو، اكسلنت، برافو يا جن، تمام. طيب يلا يا عمر محمد محمود. نعم يا ميس. نمبر 8 يلا. Our eyes can see through both acquire both acquire opaque and transparent. ها objects, ولا cannot see through both acquire and transparent objects, can see through acquire objects but not through transparent objects, can see through transparent objects but not through acquire fake objects. object. عينينا تقدر تشوف من خلال الترانسبيرنت والاوبيك، يعني من الاخر عينك هتخترق الاتنين كده وتبص منهم، حاجة شفافة وحاجة مش شفافة. ها عينيك هتقدر تشوف، عينيك هتقدر تشوف من ورا الاتنين بجد؟ يعني انا واقفة قدامك ومخبية حاجة ورايا انت هتشوفها؟ لا ركز، انا بقول لك الاوبجكت عندي اوبيك وايه، ها اوبيك و ترانسبيرنت، تمام. لو انا شايفه الحاجه من وراك يبقى ترانسبيرنت، طب لو انا مش شايفاها تبقى اوبيك. هل انا عيني بقى لو انت واقف قدامي ومخبي حاجه وراك هل انا اعرف اشوفها كده ليزر انا بمر من جواك؟ لا صح يا عمر، ركز معايا، تمام. يبقى اور اي، ها حللي بقى. can see through both opaque and transparent، هقدر اشوف من الاثنين سي ولا دي؟ ركز. لا وانا بعرف اشوف من الاوبيك، بيقول لي can see through opaque، هعرف اشوف من الحاجه اللي مش شفافه؟ لا هعرف اشوف can see through transparent but not opaque، هعرف اشوف من الترانسبيرنت من الحاجه الشفافه لكن مش الاوبيك، تمام. طيب احنا بعد كده احنا المفروض عندنا في صفحة تقريبا اتاكلت، لحظة واحدة انا مش عارف في صفحة طارت فين. لا مش عارف. طيب احنا كنا في صفحة كام؟ كنا في صفحة يا الله لحظة، احنا كنا في صفحة 144 ونخش على 140 تقريبا، 45 ماتت تاني راحت في داهية. طب مش مشكلة مش مشكلة، تعالى 146 عشان هي موجودة قدامي دلوقتي، ماشي. طيب يلا 146 يا نمبر 1 يا عمر محمد حنفي. تمام ماشي. light travel in ايه؟ Light travel in نقط light. lines. الضوء يا ميس. ايوه بيعدي في خطوط شكلها ايه؟ مستقيم smooth. straight، مش اسمه straight line، برافو يا عم. ماشي طيب يلا يا معاذ، او انا احل دي. light travel in the form of، بيعدي على شكل ايه؟ light wave، ماشي. يعني بيعدي على اشكال ايه؟ على يعني على شكل امواج ايه؟ ضوئية، تمام. معاذ في معاذ، يلا نمبر 3 يا معاذ. أنا هو object objects that light can
cannot pass through cold while object that allow light to pass through are cold. ها أول حاجة أوبيك، وتانية برافو ترانسبيل. اكسلنت. يبقى الاوبجكتس اللي ما بتعديش الضوء بنخليها اوبيك، لكن اوبجكت تانية ايه؟ ترانسبيرنت. برافو. يلا يا روان أنا مركز يا مس. بروف. A tree forms a shadow as it is an ايه اوبجكت؟ ها object that object هيبقى هي ترانسبيرنت ولا اوبيك؟ اوبيك. اوبيك. يبقى التري بتعمل شادو عشان هي اوبيك، that doesn't allow ايه light to Hello pass light. through. برافو. يلا يا ريتال بسرعة يا ريتال، يلا. نعم يا ميس. clothes and Number paper five. are considered Not a and they surface. ها smooth ولا rough؟ هتبقى ميس rough. rough. برافو. scatter or diffuse ايه energy؟ انهي energy اسمها Light. ايه؟ برافو اكسلنت. خلصنا يا شباب، اللي عنده اي سؤال يقدر يبعت لي على 010-299-19-557. متنسوش تعملوا ها لايك، اهم حاجه اللايك، وتبعتولي على الواتساب عشان ادخلكم جروبات الواتساب لماس وساينس اي اس تي. باي. يلا خلصنا.